لم يكن إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة شبوة كافياً لتقوم لجنة الطوارئ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء. على الرغم من الازدحام في الأسواق، إلا أن اللجنة لم تقم بدورها المنشود لتجنيب المحافظة انتقال وانتشار فيروس كورونا الذي بات يهدد حياة اليمنيين من يوم لآخر. لم نرى أي فريق نزول، لا ترصد ولا أي وعي للناس. كما تشاهد الشوارع بل ازدادت ازدحام أكثر مما كانت عليه من قبل. على المحافظ والجهات المعنية فرض يعني على حظر تجوال وأغلاق المساجد والأسواق اللي هي مزدحمة، فعلا خطورة تشكل في الأيام المقبلة. العشرات إن لم يكن المئات من المواطنين يتوافدون يوميا إلى هنا متجاهلين كل النداءات بضرورة التباعد الاجتماعي ووسائل السلامة التي تنادي بها الجهات الحكومية والمنظمات وتسهم في نشرها وسائل الإعلام. نحن اتجهنا إلى محافظة شبوة اليوم الأعتق لأول ليلة في رمضان للضرورة، لأنها يعني ظروف احتياجية لرمضان والعيد، وإن شاء الله تكون آخر ليلة. وأنصح أخواني المواطنين تجنب كثرة الأسواق. إغلاق المحلات وتعليق الصلوات وإغلاق المنافذ البرية كانت إجراءات احترازية اتخذتها لجنة الطوارئ بشكل مبكر قبل تسجيل أي حالة إصابة في البلاد، لكنها تلاشت بعد تسجيل أول حالة إصابة في المحافظة هنا في شبوة. ليبقى السؤال الأبرز هنا، لماذا لم تقم لجنة الطوارئ بأي إجراءات جديدة حتى اللحظة للحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا وأن المحافظة التحقت بركب المحافظات التي تتواجد فيها بعض حالات الإصابة؟ أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة.